إلى غيرها من الصفات التي ذكرها الله عز وجل عنهم. يعني هذا الموضوع الحديث فيه يطول، وإنما خلاصة الذي أريده من هذا الحديث أن يكون عند الإنسان كما يقال معلومات وافية عن عدوه. ما يصح الإنسان أن يأخذ معلوماته وتصوراته عن شيء نص عليه الكتاب العزيز من غير ذلك المصدر. يأتي كثير من الناس الآن تسمعون في مواقع التواصل الاجتماعي يلومون أهل غزة ويلومون أهل فلسطين، يلومونهم على القتال. كيف يلومونهم على القتال؟ هؤلاء قوم استبيحت ديارهم، استبيحت أعراضهم، استبيحت دماؤهم، ثم إذا قاوموا يلامون؟ هذا عجب العجب. أرأيتم حال الإمام ناصر بن مرشد رحمة الله عليه وحال الثل الذين كانوا في زمانه عندما جاء البرتغاليون إلى عمان؟ كان بإمكان الإمام ناصر بن مرشد ومن معه أن يستريحوا، قلوا ترى هؤلاء متغلبين، احنا ايش نسوي؟ خليهم برايه، دعونا نتعايش معه. لكن لا، حمل راية الجهاد ووحد البلاد وجمع الصف ولم الشمل ورأب الصدع وطردهم من البلاد كما يقال شر الطرد. أرأيتم حال الإمام أحمد بن سعيد؟ والفرس كانوا في زمانه يعيثون في البلاد فسادا، والبلاد كانت متفرقة ومتشتتة، فجمع الله به الشمل ووحد به البلاد. كان بإمكانهم أن يجلسوا وأن يستكينوا لضعفهم وأن يتذرعوا ويتعللوا بالقضاء والقدر أو بغيرها من الأعذار، لكنهم نفوا عن أنفسهم ذلك كله وطردوا هؤلاء من البلاد. فهؤلاء أصحاب قضية، وهؤلاء أصحاب عقيدة، وهؤلاء أصحاب مبدأ. واليهود محتلون غاصبون، ليس لهم في تلك الأرض شيء. يعني يقال بأن الكنعانيين العرب هم أول من سكن فلسطين، إذا كنا سنتكلم مع اليهود بالمنطق التاريخي، وإنما اليهود سكنوها في فترات تاريخية أخرى، شأنهم شأن كل من شأنهم شأن كل ما يحدث في التاريخ، ما يبقى الناس في بلاد واحدة. بل يقال بأن بلفور الذي أعطاهم ذلك الوعد التاريخي المشؤوم كان يفكر في أكثر من خيار عندما أراد أن يعطي لليهود حقا تاريخيا بسبب استعمار بريطانيا في ذلك الوقت لأكثر من بلاد. وكان من الخيارات المطروحة الأرجنتين، لو عقم في الأرجنتين وفكنا منهم كان أحسن، لكن قدر الله جرى على غير ذلك. وهذه صورة من صور التدافع كما يقال في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة واليهود ساكنون في المدينة، وكتب بينه وبينهم عقد صلح وأمان، وكانوا يعيشون حالهم حال غيرهم من أهل المدينة، لهم ما لأهل المدينة وعليهم ما على أهل المدينة، من غير أن يطلب منهم أن يغيروا ديانتهم. لكن لأن هذه الصفات الخبيثة كامنة فيهم، أخذوا يتحرشون بالمسلمين شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ويكيدون المؤامرات والدسائس، إلى أن أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع. طيب، كان بنو النضير وبنو قريظة ما زالوا موجودين، وكان لهم عبرة فيما حصل لبني قينقاع، ما هجاهم. بنو قينقاع أجلوا بعد بدر، وبنو قريظة استمروا على نفس النهج وأخذوا يتحالفون مع أهل مكة، إلى أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد. بنو النضير. ثم بنو قريظة فعلوا ما هو أشد،
دخلوا في حرب مع تحالفوا مع أهل مكة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسكنون في المدينة أو في أطراف المدينة. هذا من أغرب الغرائب. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ فقضى بقتل مقاتلتهم وإجلاء أو سبي النساء والذرار. ثم أهل خيبر الوضع نفسه استفادوا، قوم لا يعتبرون من التاريخ لا يستفيدون، كأنما هم مصممون على هذا. من أغرب العجائب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود، كان يوجد رجل في المدينة يسمى عبد الله بن سلام، وهذا كان من علماء اليهود، من أحبار اليهود، من أفاضل اليهود. عبد الله بن سلام هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع الأخبار، فكان يعمل في نخل له، فنزل وجاء. جاء فلما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فأول ما سمع عبد الله بن سلام يحدث يقول: أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فجاء فناقش النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء ثم أسلم. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم به الحجة على اليهود. اليهود جاءوا في وفود يعني متفرقة، اليهود والنصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متفرقة يناقشونه في قضايا. فمن ضمن المرات هذه طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ خلف الستر عندما يأتي اليهود، فجاءوا فناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألهم، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وعبد الله بن سلام كان قد أسلم. قالوا: عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا، وأخذوا يثنون عليه. قال: فإن أخبرتكم أنه أسلم؟ قالوا: والله ذلك لا يكون. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: بل أنت جاهلنا وابن جاهلنا، وأخذوا يسبون. ما بين الموقفين إلا ثواني. هذه طبيعة اليهود. ونحن أي المسلمين ليس عندنا مشكلة مع أي عرق، مع أي أحد. من مد لنا يد السلام مددنا إليه أيادي أيا كان، لكن عندنا مشكلة مع الذلة والاستخذاء، وعندنا مشكلة مع أن ينظر إلينا على أننا الطرف الأضعف. يعني تتابعون الآن في وسائل الإعلام، كل أو أكثر وسائل الإعلام الغربية عندما تأتي بأي طرف سياسي من فلسطين أو من العرب أو من المسلمين، أول شيء يسألونهم إياه إيش؟ أول سؤال إيش أول سؤال؟ هل أنت تدين ما فعلته حماس؟ لماذا أنا أطالب أن أدين ما فعلته حماس؟ طيب هل أنتم تدينون ما فعله اليهود في فلسطين على مدى 75 عاما؟ من يدين هذا؟ من يدين قتل الأطفال؟ من يدين الاعتداء على الحرائر في الأقصى وفي مداخل القدس؟ من يدين انتهاك الأراضي وتجريفها وطرد أهلها من بيوتهم من مزارعهم والاستيلاء عليها بالقوة؟ من يدين هذا؟ الآن عندما قتل 200,000
من هؤلاء الغاصبين المحتلين. الآن العالم كله يصرخ والعالم كله ينتفض، حتى هذاك بو عنده وحده حرب في أوكرانيا، هذاك وحده يصرخ لأنه خائف على آبائه وأجداده وأبناء عمومته. هذا منطق عجيب، منطق غريب، أن يطالب الإنسان وهو صاحب الحق بأن يستخضي للباطل وأن ينحني. يجب على كل مسلم أن يعلم أن قضية القدس وقضية الأقصى ليست هي قضية أرض فقط، وإنما هي قضية دين، قضية عقيدة. هذا مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي ذكر الله عز وجل عنه بأنه مبارك، بأنه بارك ما حوله. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنسان ما يملك أن يفرط في ذرة، في ذرة من أرضه التي يملكها هنا، فكيف يفرط في ذرة من تراب ذلك المكان؟ هذه قضية عقيدة. وزوال اليهود عن تلك البقعة هو أمر حتمي، مسألة وقت فقط، لكن كل واحد منا عليه أن يوطن نفسه على هذه العقيدة وأن يحدث نفسه بالجهاد، وإن لم تؤته أو تؤاته الفرصة لأن يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وإذا كان الإنسان يستطيع بطرق آمنة ومضمونة أن يعين هؤلاء الذين يجاهدون في تلك البقاع فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا. وإذا كان لا يستطيع فلا أقل من أن يقوم بدوره التعريفي والتوجيهي والتثقيفي، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. ما يستهين الإنسان بكلمة، بصورة، بخبر، بمقطع، ولو أن يضعه في حالة الحساب. طيب، أن يبث في الناس هذه الروح الإيمانية، ما يبث في الناس روح التخذيل والاستخذاء والضعف والخور. أولئك بحاجة إلى من يساندهم، إلى من يعينهم، ولا أقل من أن يدعو لهم في ظهر الغيب. من كان يعلم أن ما بينه وبين الله عامرا، أن ما بينه وبين الله عامر فليدعو. ادعو بعد الصلوات المكتوبة، عند نزول المطر، في السفر، في الأوقات التي هي مظنة استجابة الدعاء، في الثلث الأخير من الليل، فالله عز وجل يستجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما يدري الإنسان ما الذي يكشفه الله عز وجل، وما الذي قد يكشفه الله عز وجل بدعائه عن إخوانه من غمة، أو يفرج به من كربة، أو يجلب لهم من نصر. الأزمة الماضية التي كانت بينهم وبين أعدائهم استمرت 51 يوما، في النهاية خرجوا ظافرين، البناء يعمر والشهيد يرحم والميت يخلف عنه عشرات، لكن الذي لا يعوض هو فقد الإيمان. هذا ما يعوض، كيف يعوض؟ هو أن يصل الإنسان إلى درجة من الضعف والذلة، ما يكون في نفسه انبعاث لنصرة الحق، هذا لا يمكن تعويضه.